كل عام وأنتم بألف خير، عيد فطر مبارك على الجميع. أقدم إليكم الموقف الإخباري لهذا اليوم. هنأ رئيس مجلس السيادة الانتقالية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الشعب السوداني لمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وقال في خطابه للأمة السودانية: يتوجب علينا الحفاظ على مكتسبات الثورة العظيمة، محيا الذين ضحوا بأرواحهم ليبقى الوطن وينعم أهله بالسلام والحرية والعدالة. أنا أتوجه إليكم بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات بحلول عيد الفطر المبارك. الله علينا وعلى شعبنا وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بالخير واليمن والبركات والعزة والرفعة. مواطنين الشرفاء، يمر علينا عيد الفطر المبارك هذا العام، وبلادنا قد شقت طريق الحرية والسلام والعدالة، وفي سبيل ذلك قدمنا التضحيات الجسام، وبذل شبابنا أرواحهم وأنفسهم من أجل نيل هذا المبتغى. لذلك يتوجب علينا جميعا الحفاظ على مكتسبات الثورة العظيمة، وأن نحفظ عهد الشهداء، لأن نحافظ على مبادئ وأهداف ومكتسبات ثورتكم المجيدة، وأن نبذل من أجل ذلك مثل ما بذلوا الأرواح والأنفس لحماية هذه الثورة حتى بلوغ غاياتها التي من أهمها بناء الوطن على أسس الحرية والسلام والمساواة والعدالة. إن هذه الأسس لا يمكن تحقيقها في ظل ما نعيشه من تشتت لقوى الثورة، متنامي وتصاعد الخطاب الجهوي والعنصري، وتبني لغة الإقصاء والتخوين والاتهامات الباطلة من قبل بعض التنظيمات. إن مثل هذه الأمور لهي مهدد حقيقي لمسيرة الثورة ومعطل أول لمطلوبات الانتقال. إن ثورة الوعي التي حمل مشعلها الشباب تحتم علينا تفويت الفرصة على المتربصين بمسيرة الثورة والعمل على توحيد الصف الوطني وتوحيد قوى الثورة والتمسك بمعاني ومضمون شعار الثورة: الحرية والسلام والعدالة. تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اتصالا هاتفيا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، هنأه فيه بحلول عيد الفطر المبارك، متمنيا للسودان وشعبه كل التقدم والاستقرار. إلى ذلك هنأ الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أيضا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر، متمنيا لجمهورية مصر العربية وشعبها السلام والازدهار. وتبادل الرئيسان خلال الاتصال الهاتفي وجهات النظر بشأن بعض قضايا التعاون الثنائي بين البلدين والتشاور بشأن الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. كما تلقى رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان برقية تهنئة من صاحب الجلالة الملك الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية، الذي عبر عن تمنياته بأن يعود العيد على الشعب السوداني بالتقدم والرفعة والازدهار. كما تلقى رئيس مجلس السيادة برقية تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك من الدكتور محمد يونس المنفي رئيس مجلس الرئاسي الليبي، الذي عبر عن أمنياته بأن يعود العيد على الشعب السوداني والأمة الإسلامية بالخير والبركات. عاد إلى البلاد ظهر اليوم عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق مالك عقار بعد زيارة لجمهورية أوغندا ومشاركته في مراسم تنصيب الرئيس يوري موسفيني لدورة رئاسية جديدة. وأجرى عضو مجلس السيادة خلال الزيارة التي استمرت 3 أيام برفقة وزيرة الخارجية الدكتور مريم الصادق المهدي عددا من اللقاءات استعرض خلالها العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وكان في استقباله بمطار الخرطوم الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي الفريق الركن محمد الغالي علي يوسف. بشر المدير العام لهيئة مياه ولاية الخرطوم المهندس مأمون عوض حسن باكتمال عمليات صيانة الكسورات التي حدثت بثلاث خطوط أساسية للمياه. وقال مأمون بحسب وكالة السودان للأنباء، قال إن المحطة تعمل الآن بصورة طبيعية
أكد إلى ذلك أن المياه سوف تعود بصورة تدريجية لكل المشتركين بمنطقة الخرطوم بعد إكمال عملية إصلاح الخطوط المعطلة بنجاح، كما أعلن اعتذاره لكل المشتركين بمنطقة الخرطوم نتيجة ما كابدوه من معاناة بسبب هذا التوقف. أكد والي ولاية جنوب كردفان الدكتور حامد البشير استقرار الأوضاع الأمنية بالولاية، وأشار لدى حديثه عقب صلاة عيد الفطر المبارك بميدان الحرية بحاضرة الولاية مدينة كادوغلي، أشار إلى مساعي حكومة الولاية لتحقيق السلم المجتمعي وتوحيد أهالي الولاية. هذه المعاني ذات دلالات خاصة لنا في جنوب كردفان، نسأل الله مخلصين في هذه المناسبة العظيمة أن يعيننا على تحقيق السلم المجتمعي والتعايش السلمي واحترام الآخر وقبوله، والبعد عما من شأنه أن يفرق بين الوجدان الإنساني الواحد والوطن الواحد. نهاية الموقف الإخباري، شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.